حضرتك دلوقتي بنتي عمها اغتصبها ومعرفناش الواقعة دي الا بعد ما اتجوزت. هي الاغتصاب حصل في اخر 11، وهي كتب الكتاب كان 10/12 ودخل 7/1. بعدها بشهر ونص الجثة كشف عليها، عرفوا انها حامل. اتصل علينا ان البنت حامل. منين؟ انا حاولت اقرب لها ايام كتب الكتاب ما رضيتش حتى امسك ايدها. المهم قعدنا نحايل وندايل فيها، وبنتي مين دخلت في حالة عصبية ونفسية، وفي الآخر قالت عمي اللي عمل فيها كده. كان فين؟ قالت لي طلع لي الشعلة وقال لي خش هاتي لي إزازة مية من جوه. دخلت أجيب الإزازة المية، دخل ورايا كتم نفسي وخطاني بالبطانية على وشي وقام جاي خبطني على دماغي وعمل معايا كده وسابني ونزل. والحتى في داخل الكلام بتقول على ما فقت وقمت لقيت مراته بتقول لبنته اطلعي شوف ابوك اتاخر فوق ليه. ومراته قالت اه حصل. انا قلت للبنت اطلعي شوف ابوك اتاخر فوق ليه. جينا بعدها وجيناهم بالكلام ده اخواته، هو احترف وقال اي انا عملت كده وانا موت نفسي، انا كان غصب عني كلام من ده يعني. المهم قاموا جايين قايلين عرضوا علينا ان يطلع بالكفن بتاعه وان هو يكتب لنا قراطين ارض. احنا رفضنا الموضوع ده. لما لقى ان احنا رفضنا الموضوع ده اتفق مع جثة انه يروحوا يشتكوها بقضية الزنا. طبعا المحامين اتفقوا مع بعض ورتبوا الموضوع، وفعلا راحوا اشتكوا بنتي بقضية الزنا. التحريات يعني صدقت على كلام بنتي، قالت ان البنت ملهاش اي حاجة ونزلوا وسألوا. بس انا بنتي عندها 20 سنة ودلوقتي متبهدلة. انا عايز اللي طلبه ان حق بنتي يجي، واللي عمل في بنتي كده ياخد اقصى حقوقه بس، وبنتي تطلع. ان عرف لما جثه لما بان عليها اعراض الحمل داخت يعني وبقت تعبانه وتقول له بطني بتوجعني ودايخه، خدها كشف عليها. فالدكتور قال له ده لما تروح بيتك كلمني. المهم هو رن على الدكتور، الدكتور قال له انت بتقول انا داخل 7/1 مراتك حامل من اخر 11، ازاي ان هي انت بتقول 7/1 مراتك حامل قبل الجواز؟ فهو طبعا جه رن عليا وقال لي تعالي عايزك. رحت له ما كنتش اعرف فيه ايه، فوجئت بالموضوع ده. لما سالنا واتكلمنا قالت عمي اللي دخل وعمل فيا كل اللي عمله، يعني ان كتم نفسها وخبطها على دماغها وقام جاي عامل اللي عامله معاها وماشي وسابها. احنا ما بنعرف، ما يدناش لا بننام ولا بناكل ولا بنشرب. دخلت في حالة نفسية ورحنا بيها مخ وأعصاب، قال لا مفيش حاجة، ده هي حالة نفسية اللي عندها. كتب لها على علاج، جبنا العلاج، بنتي مشيت على العلاج شوية. وجثة عارف بالكلام ده وجي وشافها، وهو كان خطيبها. الواقعة دي حصلت لها بعد ما هو بعد ما عمها اغتصبها. بنتي دخلت في حالة نفسية ولحد دلوقتي بنتي تعبانة. بنتي لحد دلوقتي بتبقى قاعدة تلاقي جسمها خشب وتلاقي وشها ازرق وتقع من طول. انا ما بعرفش افرد رجلي بنتي ولا دراع بنتي، والله ما بعرف افردهم. ببقى اجيب كحول عشان احطه في مناخيرها علشان بنتي تفتح عينها، لدرجه ان انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. دلوقتي بنتي في الحجز، لا انا عارفه اذا كانها سليمه اذا كانها عيانه. من ساعه ما دخلت مفيش علاج، ما مش عارفه اطمن عليها، وبنتي مجني عليها. ليه بنتي تنحط في خانه ان هي متهمه؟ ده بنتي انجنى عليها، ليه تنحط ان هي متهمه؟ ليه؟ عشان ايه كل ده؟ حضراتكم بتبقوا تزعلوا لما يحصل حاله تحرش ولا حاله اغتصاب ومحدش بيتكلم. طب ما هو الناس فعلا عندها حق، ما بيتكلموش ليه؟ عشان بيخافوا من البهدله. احنا متبهدلين، احنا بقالنا اسبوع متمرمطين، والله من الساعه 7 الصبح لحد العشاء بنبقى قاعدين زي اللي بنشحت قدام المركز، وما بنعرفش نخش ولا نطمن على بنتي. انا ولادي قاعدين، جوزي قاعد من الشغل متمرمطين. انا الواحد ما عادش فيه حيل يتكلم، والله العظيم ما عاد فيه حيل يتكلم. وانا عملت كده وصعدت الموضوع وبتكلم دلوقتي، مع ان في ناس كتير هتقول لي ايه يا بتعمل ايه وبتعمل كده ليه، والله علشان خاطر كل واحده تحافظ على بنتها. ما عادش امان، ما عادش امان. احنا كنا زمان ممكن ننام في حضن عمي، ننام في حضن ابهاتنا. النهارده ما عادش امان العيله تقعد مع ابوها في مكان لوحدها، ما عادش امان.
فين رحمة ربنا بقى؟ احنا عرفنا في الوقت ده كان الموضوع مفاجأة لينا كلنا ان هو يعمل حاجة زي كده، كانش يتوقع اساسا ان اب يعمل في بنته كده. جوزها قال لها هتعيشي معايا، نزلي اللي في بطنك، هتنزلي على ورق على وصلات امانة انت وامك علشان بعد كده ما تبقوش ماسكين حاجة عليا، يعني وصلات امانة غير ما ياخد القايمة وياخد حاجتها. فهي رفضت، قالت له انا همضي لك ليه؟ انا ده حاجة اتعثرت غصب عني. قال لها لا، هو ده اللي هيحصل، تنزلي اللي في بطنك وتيجي تعيشي معايا وهتمضي له على ورق انت وامك. ده اللي جوزها طلبه. فطبعا احنا لما رفضنا موضوع ان احنا نمضي على ورق ورفضنا ان احنا ناخد من عمها الايراتين ارض، قاموا جايين متفقين مع بعض ان هم يشتكوا بنتي علشان خاطر يضيعوا حقها. طب المستفاد في ان هو يشتكي بنتي بالزنا ويحط اسم واحد تاني معاها، مين المستفاد؟ هل جوزها المستفاد؟ لا، ده عمها اللي هيستفاد كده. قضيه الاغتصاب انقلبت لقضيه زنا علشان يبهدلوا بنتي، اتفقوا مع بعض. وده كله علشان ايه؟ علشان سمعه العيله. سمعه العيله ولا سمعه عيله اتدمرت مستقبلها. من المفروض ان الواقعه دي كانوا الكل وقف جنبها، هي مش جنب اللي جنى عليها. عبوسه من يوم الحد، من يوم الحد، بكره الحد، يعني بنتي بقالها اسبوع دلوقتي في الحجز، ما بنشوفهاش وما نعرفش عنها حاجه، لغايه الاكل الاخر بندخله باعجوبه، مش راضيين يدخلوا لها اكل ولا راضيين يخلونا نشوفها. كل يوم على الحال ده. النهارده سمعنا ان هي راحت الطب الشرعي، برضه ما حدش فينا عارف يخش يطمن عليها، يا ترى في ايه؟ تعبانه إيه مثلا؟ ايه اللي اتى؟ ما احناش عارفين حاجه، مش عارفين نوصل لها. وهي النهارده راحت الطب الشرعي. وعمها الاخراني جم هنا وقالوا نزلوا اللي في بطن البت ونكتب لكم الايراتين الارض ويطلع بكفنه، هو يعني عمامها الاثنين ومراته، مرات عمها اللي هي سلفتي، مرات المتصل، قالت هنعمل كده ولو عايزينه يطلع بكفنه هطلعه لكم بكفنه، بس ما الكلام ده ما يوصلش للحكومه وما تدخلوش حد فيه. طب انا كنت ازاي؟ عيالي دول يمشوا ازاي في البلد؟ جوزي يمشي ازاي؟ بعد احنا ما كنا بنمشي ومحدش بيتكلم عننا كلمه، دلوقتي هنبقى لبقنا على لسان كل اللي يسوى واللي ما يسواش بسبب كلب زي ده. انا هتشحمي بنتي وغصب عنها، ده عم، ده اب، ما فتحتش الباب لحد غريب، ده فتحته لابوها.